جنابه نمشي ما بالك من اللي عليه نفسي عشان عديم المال ملعون أبوك يا فقر يا حبيبي الأندار دليل عزيز نفسي عشان عديم المال ملعون أبوك يا عوزة في سكة الأموال وتبدلت الأحوال والجد أول موجة في سكة الأموال لا. أروح لأول واحد احتجت له في سؤال كسر في خاطري ساعتها وطوقني ضيق الحال وعميل معاي الصحي أنا واسنده لو مال أوقف جنبه في المحن وأكون طويل البال Yeah.